Allahu akbar, Allahu akbar. Aşhadu an la ilahe illallah. Aşhadu anna Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Kat kamet salah, kat kamet salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أو كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذوني ومن يكذب بهذا الحديث؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق بنيانهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأرض.
الأحزاب. اللهم اهزهم وزلزلهم، اللهم اهزهم وزلزلهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبنا في الدنيا مصيبنا في ديننا ودنيايا ودنيايا، ولا مبلغ من علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذلل الشرك والمشركين، اللهم أذلل الكفر والكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين، والمجاهدين في الدنيا، والمجاهدين في الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيايا ودنيانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قائدا، واحفظنا بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من كل خير، اللهم إنا نسألك من كل خير، من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لك الحمد أنت الحق، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والساعة حق أنت الحي الذي لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون والجن والإنس يموتون يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وإذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد والغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقصي وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الجنة وأسألك لذة النظر وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة اللهم زينا بزينة الإيمان بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي لساننا نورا واجعل في سمعنا نورا واجعل في بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا. اللهم أعطنا خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم أعطنا خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا أن أغتال من تحتنا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم اشفنا. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي لا يضام وبنورك الذي لا يضام وبعزك التي لا يرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مغيث أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. يا مغياث المستغيثين أغثنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حليم يا كريم اشفنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مغيث أغثنا. 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 اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ركوعنا وسجودنا. يا الله يا رزاق وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير الرازقين. وارحمنا وانت خير الراحمين. وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير الرازقين.
اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، 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 ارزقنا وأنت خير الرازقين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا طهرنا من القلوب، اللهم طهرنا من قلوبنا وعملنا من الرياء، عملنا من الرياء ولساننا من الكذب، ولساننا من الكذب، لساننا من الكذب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مغياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا حليم يا كريم اشفنا، يا حليم يا كريم اشفنا، ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الحاسدين، فانصرنا على القوم الحاسدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله على النبي. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. استغيث الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. Thank you.
ما السميع المغرم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بأجر كاس مسلمان بويس وانت صدقة فطر أدا كرني آسي نبر کن چون کن غریب غربا مستحقین نماز برونٹ گس صدقہ فطر ادا گسن تی چھ حکم آمت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت سی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تیس ملت جوان آز یاد تک میں یاد پیون پامپر عیدگاہ آز شیخ عبدالعزیز ٹھانڈن پامپر عیدگاہ آز شیخ عبدالعزیز ٹھانڈن اس کم کال بروٹ اس نش با ہمت با صلاحیت مسلمان اس نش جدا کرنے آو اگرچہ فوصلہ اس اللہ تعالیٰ سن مگر تسن یاد روز وری وادن ہت بدن ورین یاد پامپر عیدگاہ آز تلاش کرن شیخ عبدالعزیزس اللہ تعالیٰ کرنس کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا جنت الفردوس کرنس عطا بی تمن سارنی عزیز نوجوانن یم یت وریس اندر پتمن رتن اندر پتمن ورین اندر ماز برائی رضائی حضرت اللہ یمو پنن زو چھپ دیت یمو پنن زو قربان کر مقصد مدا اوسک رضائی الہی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین تہندین لواحقین صبری جمیل امہ بغیر تی مسلمان اموات یت وریس اندر یت رتس اندر یت ہفتس اندر رات پہ گزرے اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ جنتس اندر جائے اور تہندین لواحقین دین صبری جمیل تمن یتیمن کرن پان پنی چار سازی تمن کورین کرن پان پنی چار سازی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز کر شروع نماز اللہ اکبر الله أكبر الله
رب العالمين عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم فرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما
کما ربیانی صغیرہ، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم ارحمنا وارحم احوالنا، اللہم احفظنا واحفظ ایماننا، اللہم اہدنا واہدی اولادنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشفنا بشفائک ودوائنا بدوائک، اللہم اشفنا بشفائک ودوائنا بدوائک، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا وآمر رواتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين۔ شکوہ عید کا منکر نہیں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں، قبول حق ہیں فقط مردان حق کی تکبیریں۔ انشاءاللہ دوم جماعت پڑھو بس اڑ گنٹ پتہ، اڑ گنٹ پتہ اس لاگو نو بجے سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف بے شمار تقدیس یت عظیم شان اجتماع اندر یم رب العالمین اقوام عالمس تمام مسلمان یس بی اکہ لٹہ عید الفطر کس مقدس تقریبس اندر شامل گژھت پنن گناہن مغفرت ثانڈن از دربار حضرت اللہ جل جلالہ۔ دراصل عید الفطر اک مقصد یہ پنن گناہن مغفرت ثانڈن، اللہ تعالیٰ سنز کبریائی ہند اظہار کرن، ات پٹ زن یت وادی کشیر اندر واتت حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ بیان کر لا الہ الا اللہ قبل کل شائن، لا الہ الا اللہ قبل کل شائن، کہیں اس تمہ سات یل اس حضرت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرن بزرگان دینن ہند درج بلند، اس تھین تہندسی مشنس پہ تھی پہ پکن رب العالمین۔ حضرت امیر فرماون لا الہ الا اللہ بعد کل شائن، کہیں آس تمہ سات یل موجود آس حضرت اللہ جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ سندن تعریفن سات اسن بے شمار درود سلام درود رحمت آز ایندم تاسبی قیامت ربا یم با ایمان یتن وچ ونج ونکن آمین کرن ربا ازک درود پرن بناو سان خطر کامیابی، سان خطر کامرانی، سانن گنان مغفرت، یہ بناو سان خطر وصالت، یہ بناو سان خطر شفاعت، یہ بناو سانن اولادن ہدایت، یہ بناو سانن مالن ماجن مغفرت، یہ بناو عالم اسلام اس کامیابی، کشیر جن مظلومن کامیابی، کشیر جن مظلومن کامیابی، ربا وہن ورین جن سانن عزیز نوجوانن ربا تمیک دن عمل بدل، ربا تمن کر مغفرت دارین، تہند لوائی کینن دی صبر جمیل، آمین یا رب العالمین۔ حمد ثنا درود سلام پت عید الفطر تہ چھو زانن دنیا کس پریت قومس آسن دنیا اندر کانت کان عظیم دو، یہ یہودن تہ یہ نصاران تہ یہ غیر اقوامن تہ، یل مدینہ شریف اندر تشریف نیو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تتہ زدو مناون، اخ اس تتھ اندر نوروز
یم ٲسۍ مناوان ییٚلہِ یہِ وُچھ حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلمن صحابہ کبارن نِش سپُد معلوم اہلِ کِتاب حظ چھِ ؤرۍ یَس اندر یِم زٕ دۄہ مناوان یِمن کوٚر رب العالمیٖنن عطا بذریعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن بایی مانن تہِ حظ چھِ ؤرۍ یَس اندر زٕ دۄہ مناوٕنۍ مگر اسلام چھُنہٕ قٲیِل کٲنٛسہِ ہُنٛد ڈیتھ ڈے یا کٲنٛسہِ ہُنٛد یومہِ وِصال مناونُک نہ وۄرُس نہ کٲنٛسہِ ہُنٛد زٮ۪نہٕ دۄہ مناوُن یہِ چھُنہٕ اسلامس اندر جٲیِز اسلامن یِم زٕ عظیٖم دۄہ تھٲے اکھ گوٚو یوم الفطر لۄکٕٹ عید یہِ چھُ ماہِ رمضانکہِ تکمیٖلُک اظہار ماہِ رمضانُک اند واتنس پٮ۪ٹھ اظہار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر کیٛازِ فرمو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن ولی سایمہِ فرحتان روزٕ دارس چھِ زٕ خوشی آسان عند فطری ہی اکھ معنے گوٚو امیُک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ افطار کران بیٛاکھ معنے گوٚو ییٚلہِ یہِ لۄکٕٹ عید پرنہِ نیران عید گاہس اندر اور امہِ پتہٕ نیران رب العالمیٖنس دپان ربا روزٕ تھایم زکات دِتُم صدقہٕ دِتُم ترایی پٔرٕم تِلاوت کوٚرُم مۄنڈن مِسکیٖنن بکار آس مگر تھکن چھُس نہٕ فخر چھُس نہٕ کران وۄنۍ آس سٲنِس دربارس اندر سجدٕ ریز سپدنہِ یقیٖن چھُم ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ مغفرت کرن وول ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ حاجت روا ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ مُشکِل کُشا ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ فریاد رس ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ خٲر عطا کرن وول ژےٚ بغٲر نہٕ کانٛہہ یٲری کرن وول یہِ چھُ مقصد مُدا دوٚیِم یۄس عید چھِ یتھ أسۍ ونان چھِ بٔڑ عید بکرا عیدِ قۄربان یہِ چھُ تمہِ نیکی ہُنٛد اظہار یُس حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلامن کوٚر تمہِ ساتہٕ انجام پنُن ٹوٹ لۄکٹہِ جِگر ترٛووُن قۄربٲنی خٲطرٕ پیش کوٚرُن دربارِ حضرت اللہ مگر اسہِ چھُ سرمایہِ خۄداے سٕنٛدِ عقیٖدٕ پتہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ چھُ بٔڑ سرمایہِ اہلِ ایمانن ییٚمِس فِکرِ توٚر محمد رسول اللہ امامو اولیاء اسہِ مٲنۍ سٲری امامو اولیاء اسہِ مٲنۍ سٲری تِمن پٮ۪ٹھ حُکمہِ آ حضرت چھُ جٲری ہے مُسلمان بایو یہِ نہٕ وٕنہِ آسہِ وٕ کانٛہہ وَنان یِم چھِنہٕ اولیاء کِرامن مانان میون کرٛیٚہن ماز کٔڑِو نٮ۪بر کُنہِ لیبارٹری اندر نِیِو پتہٕ توٗلِو یہِ میٲنِس کرٛیٚہن مازس اندر آسہِ اولیاء کِرامن ہُنٛد احترام ربا اسہِ تھاو أتھۍ ایمانس پٮ۪ٹھ اسہِ تُل قیامت کہِ دۄہ تِمنٕے سۭتۍ اسہِ پکناو تِمنٕے سۭتۍ مگر اکھ چیٖز چھُ أسۍ چھِ یقرٲری مُجرِم امِکۍ سُہ گوٚو امام المسلمین سردارِ عالم خۄدایس پتہٕ بادس خدا بُزرگ تُہی قصہٕ مختصار یہِ کرو قیامت کہِ دۄہ فٲصلہٕ اسہِ کوتاہ اوس عقیٖدت حضرت رسول رحمت سُنٛد اوے چھِ أسۍ کایناتس ونان مسلمانن ونان یہودن ونان نصاران ونان ہیندین ونان سکن ونان بیدینن ونان امام المسلمین سردارِ عالم شفیع المذنبین غمخواری عالم ربا منت چھےٚ تھٲمٕژ أسۍ چھِ تٔنۍمٕتۍ آز اُمتانہِ محمد رسول اللہ عمل چھے نہٕ اَسہِ تھٮ۪کُن چھُے نہٕ اَسہِ روزٕ چھے نہٕ اَسہِ مگر اَسہِ کَر تہٕ یِہوٚے لِحاظ اَسہِ دِتہٕ قیامت کہِ دۄہ نجات سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن دِتہٕ نجات ربا اَسہِ کَر تہٕ ظُلم دوٗر اَسہِ کَر تَکھ ظٲلِم دوٗر اَسہِ دِ اِسلامٕچ زِندگی قۄرانٕچ زِندگی سنتٕچ زِندگی اِتحادٕچ زِندگی اِتفاقٕچ زِندگی آزٲدی ہِنٛز زِندگی ربا ظُلم کَر دوٗر ظٲلِم کَرُکھ دوٗر
رسول اللہ چھ مذہب دار بے شیخ رسول اللہ چھ مذہب دار بے شیخ سراجا سوئی پورز انوار بے شیخ سراجا سوئی پورز انوار بے شیخ مگر یہ کر گژھ حاصل قرآن ونان یت مختصر آیس اندر ومامن خاف مقام ربی ہے ومامن خاف مقام ربی ہے ونہن نفس این الہوا اس اللہ تعالیٰ اس کھوچ یندس دلس اندر بیم خدا اس پود گمت کشر پوٹ تیاز کمتائی ونمت اس کھوچ ذات اس تس کھوج عالم اد کون جن تو انسان اس امی آیو شرح وما من خاف مقام ربی ونہن نفس این الہوا یندس دلس اندر بیم خدا گو پود کار دکانس پر بیت دفترس اندر بیت رشوت ما ریٹی یتیمس تڑ ما کری ہمسایس بیمنائی ما کمزورس ستائی ما کنس ما ظلم کری مالس ماج زیادتی ما کری نوجوانس غلط ما کری گرواج تکلیف ما دی یا بی بی غلط کام ما کری سود ما کھی بنگ ما بنائی شراب ما چی اگر ناگوار گسلاڈن باین اوتروز جمی اکی سیاسی پارٹی میٹنگ رات کس اطلاعات اندر دراو میں موجود ماہ رمضان اندر سیاسی پارٹی میٹنگ اور تت آو افطارس وز شراب بوگر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں کا کمزوری ونس چاہے اس پر جیل جانا پڑے گولی کھانی پڑے کچھ بھی ہو جائے لیکن حق کو حق کہہ کے ہی دم لوں گا میں نے عرض کرنک مقصد وما من کاف مقام ربی ہی ونہن نفس این الہوا یلی آئی نازل گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صاحب بوزن امی آیک تفسیر آز حضرت رسول اللہ اما جوانا یوہی گو بے ہوش یتوی از بوزن یندس دلس اندر بیم خدا پود گو روب چھس ونن پین الجنت ہی الما آوا تمس جنت الماؤک واد یا رسول اللہ ربا اس تی سوئی ربا سان تمن اسلافن دمو یہ زمین ٹکڑ حاصل کورمت یم یت آز تان چلاون عبد الغنی چندر گیری اس پہ آز تائ ربا سارے دک بدل یلی آئے کریم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن مجلس اندر جلیل القدر جوان یہ گو بے ہوش صحابن فرمو کہ کیا دلیل دبک فکر حل ترس آئے کریم مانے یا رسول اللہ بے ہوش گو یہ صحابو دب شاید از نیر دنیا منز شاید از نیر دنیا منز شاندس پر گوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانا گبریا اکلٹ پریک نہ لا الہ الا اللہ اکلٹ پارت ونکن لا الہ الا اللہ جوانن پور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون فبشرہ بالجنہ امس دس جنت بشارت رسول کریم جوانا رس رائے سنے مہن مال جوانا رس رائے سنے مہن مال خبر کیا چھے ژے لطفے سحر گاہی خبر کیا چھے ژے لطفے سحر گاہی لبت کیا مارک سے پری پری ونستا میں عزیز جوان ننیری کمیونزم مز ننیری سیکولرزم مز ننیری سوشلزم مز ننیری امپیریلزم مز یہ نیری تی نیری از دربار محمد رسول اللہ
لبوت کیا مارک سے پری پری ونس تام پارکنا نندریشنی آکھ روبائی پارکنا نندریشنی آکھ روبائی وما من کافا مقام ربی ونہن نفسا این الہوا فإن الجنة هي المأوى حدیث مبارک سندر کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یلی با ایمان نیرن عیدگاہ اندر لکھ چیز دو خوش گسر رب العالمین عرش مجید پیٹھ نظارہ وچھن یہ نظارہ وچھن آمد چم تھکنن دپن چھم اسہ آسی غلط گومت روزن اندر اسہ آسی غلط گومت تروی اندر اسہ آسی غلط گومت ریتس اس پن ڈیک تروومت یہ چن پن یہ چون یہ ڈیک چن پن یہ چون زمین پن یہ چون مگر منگو تس سے بغیر منگو تس سے بغیر کیا نداریم غیر آز تو فریاد راس تی آ سیارا خطا بخش باس کاشا یت عیدگاہس اندر یمس نت کھان مسلہ آس ربا ون کر روا ربا از کر روا ربا بیمارن شفا حاضرن شفا امین کرن والن شفا وت پکن والن شفا کورن کر شہر سازی ربا کور مل آس تان مسلمان ربا کورن کر شہر سازی ربا کورن کر پرد سازی ربا بے روزگارن سوز روزگار ربا بے روزگارن سوز روزگار سانس حلالس کر برکت ربا سانس حلالس برکت سانن مالن ماجن مغفرت ربا شیخ عزیزس مغفرت ربا وہن ولین دین عزیزن مغفرت ربا امنیات تمن مغفرت ربا ایران کن عراق کن مظلومن کر یاری چچینی کن مظلومن یاری افغان کن مظلومن یاری ربا پاکستانس کر حفاظت عالمی اسلام کن مسلمانن حفاظت ہندوستان کن مسلمانن حفاظت انسانیتس کر حفاظت انسانیتس کر ہدایت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالی یل خوش گسن ملائکن دپن ملائکو یم شخص مزوری آس کرم تمس کیا پز جواب دن ملک دپن ربا عقل سے یہ ونن تمن پز معاف کرن رب العالمین سو بیان کرن و عزتی و عزت ربی و جلالی و علوی و ارتقائی مکانی قد غفر تلہم اللہ تعالیٰ سے دپن اے ملائکو گواہ روزیو یم روز تھیت نماز پڑھ صدقہ دت زکات دت آئی عیدگاہ اندر مے پن عزت قسم مے پن جلال قسم مے کور یمن مغفرت مے کور یمن مغفرت ربا اس کر مغفرت ربا وہی کر مغفرت گھر واترے کر مغفرت ربا مالن مغفرت ماجن مغفرت جوانن ہدایت کاروبارس برکت حلالس برکت ربا اتحاد ربا اتفاق ربا اتحاد ایدی اتفاق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دویم جماعت پڑھو انشاءاللہ یتھی روزیو میون برادر معاشر ثناء اللہ صاحب پرنائی